هنا في وسط وهران تبدأ رحلتنا لنشاهد كيف تستعد ثاني مدينة جزائرية لاستضافة الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تلقب وهران بالباهية، مدينة بألف وجه ذات تأثيرات إسبانية وعثمانية وفرنسية، يمتد تاريخها لآلاف السنين، غنية بالتقاليد والثقافة، تحولت نحو الحداثة أيضا. إنها المكان المثالي لاستضافة حدث بهذا الحجم. إنها مدينة سياحية بامتياز، مدينة تنبض بالحياة على الدوام، فيها حركة وحيوية، لذا سيكون احتفالا بمنطقة وهران وسيكون احتفالا بالجزائر أيضا. من سمات هذه المدينة النشاطات المصاحبة لغروب الشمس. هل أستطيع تناول فنجان الشاي؟ بالتجول في شوارعها نتعرف على نكهات رائعة. في شوارع وهران ومحلاتها يتحدث الجميع عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ستجلب المزيد، سيكتشف العالم وهران، إنها مدينة ممتعة ومفتوحة للجميع. نتطلع جميعا إلى هذه الألعاب بكل سرور، إنه لشرف كبير أن تكون وهران في دائرة الضوء في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله. أقيمت الدورة الأولى للألعاب في عام 1951، ومنذ ذلك الحين تقام كل 4 سنوات في بلد في المنطقة. سبق للجزائر أن نظمتها في عام 1975. هذا العام سيجمعون رياضيين من 26 دولة في 24 تخصصاً. ستقام المنافسات في 22 موقعاً في وهران والمنطقة المحيطة. بذلت الدولة الجزائرية جهوداً استثنائية من حيث رفع مستوى المرافق إلى المستوى القياسي وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديثها. أعتقد أن الجزائر ستكون قادرة في وقت قصير على تنظيم أي حدث دولي. شيدت قرية المتوسطية، حي جديد في وهران يمتد على ما يعادل 55 ملعب كرة قدم، سيستوعب 4300 متسابق تقريباً. لديها بنى تحتية ومعدات مختلفة، جميع وسائل الراحة متاحة لتزويد السكان بمنطقة استقبال لا تشوبها شائبة. الرائد هو هذا الملعب الأولمبي الجديد بسعة 40,000 مقعد، والذي سيستضيف بشكل خاص منافسات كرة القدم وألعاب القوى وحفلي الافتتاح والختام لهذه الألعاب أيضا. خصوصية الألعاب هي ترك إرث للسكان وللحركة الرياضية الوطنية من خلال هذه المجموعة الرائعة التي تشكل المجمع الأولمبي الجديد في وهران. هنا في هذا الملعب الأولمبي في 25 من حزيران ستنطلق الألعاب المتوسطية. ألقاكم قريبا في الحلقة المقبلة من الطريق إلى وهران للتوجه إلى قلب البحر الأبيض المتوسط.